سلسلة أفلام التسريبات لم يسلم امتحان الديناميكا للثانوية العامة من التسريب على صفحات الغش الإلكتروني. بعد دقائق معدودة من بداية الوقت الأصلي في 9 من صباح اليوم السبت، نجحت أكثر من صفحة في نشر صورة طبق الأصل من الامتحان، تلاها نشر إجابات لعدد من الأسئلة. أما وزارة التعليم فكالعادة اكتفت بالتصريح أن امتحان الديناميكا سهل على عكس ما تم تداوله على لسان بعض الطلاب، وأنه في فرق بين الغش والتسريب وهكذا. للتعليق على الخبر أستاذ رفعت فياض مدير التحرير أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. أهلا بك أستاذ دينا. أهلا بك. هل من جديد يعني النهاردة التسريب كان لي سيناريو مختلف؟ تفضل. لا أستاذ دينا، التسريب هيستمر طوال الامتحان، ظل بشكله الحالي مع الصراع بين الطلاب والأجهزة القائمة على العملية الامتحانية بالنسبة لمحاولة تسريب الامتحانات بعد بدايته. موضوع الغش في الثانوية العامة نظرا لأنها هي الباب الملكي الوحيد لدخول الجامعة كان عمرها عمر الغش ده بقاله عشرات السنين، وأذكر حضرتك والسادة المشاهدين بموضوعات الغش بالميكروفونات والغش الجماعي أيام المنطقة الحسينية وغيره وغيره يعني. طبعا. لكن الذي زاد الطين بلة منذ عام 2011 ومع التقدم التكنولوجي واستخدام هذه التكنولوجيا في الاتصالات في موضوع تسريب الامتحانات من داخل لجنة الامتحان إلى خارجها بعد بداية الامتحان، طالب معاه موبايل محمول يبدأ يصور الورقة ويبعتها في الخارج يتلقاها. وده اللي حصل النهاردة يا أستاذ رفعت مش كده؟ بالضبط. ده اللي حصل. نعم. لكن برضو كانت الأمور زادت تعقيدا السنة دي لأن التسريب كان حصل من داخل المطبعة السرية لوزارة التربية والتعليم باعتراف الوزارة قبل بداية الامتحان كما حدث في مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية ومادة الديناميكا اللي ألغيت وتم إعادة امتحانها اليوم، وثبت أن ده من داخل المطبعة السرية ودي الخطورة. أما موضوع التسريب داخل اللجان فسوف يستمر ما دمنا نجعل هذه الامتحانات تقيس قدرة الطالب على ما حافظه. طب بس برضو نحط ايدينا على المشكلة، يعني هي مشكلة تفتيش عند الدخول. يعني انا سمعت النهاردة تصريح للمتحدث باسم التعليم في برنامج صباحي وقال انه احنا بنتخذ الاحتياطات الامنية المناسبة وبنفتش الطلاب حال الدخول للجنة، ولكن في طلاب يعني هو قال الحقيقة حاجة شوية غريبة، قال انهم ممكن يحطوا الموبايلات داخل ملابسهم في أماكن يعني صعب تفتيشها. لا أنا هكشف لحضرتك أسرار أكتر بقى كمان، ودي هتعلن في مؤتمر صحفي من قبل وزير التربية والتعليم بعد العيد مباشرة. سواء عدد الذين حاولوا الغش وثبت أنهم قاموا عملية الغش والتسريب من طلاب الثانوية العامة وعددهم وصل لحد دلوقتي 1800 طالب. جزء منهم التحقيقات انتهت مع حوالي 900، جزء منهم هيحرم من مادة وجزء آخر هيحرم من الامتحان بكامله. الموضوع اللي هيتم الكشف عنه، هناك طلاب اكتشف ان هم بيقوموا في مساء اليوم قبل الامتحان بالذهاب الى المدرسة ومع حارس المدرسة، من الممكن ان هم يسلموه اجهزة المحمول عشان يضعها في دورات المياه او يضعها في ادراجهم قبل بداية الامتحان مع محاولة طبعا رشوة الحارس. نمرة 2، هناك نوعية من منعدم الضمير كما حدث في مدينة طلخة على سبيل المثال، ان واحد مدرس خصوصي البلكونة بتاعته في بيته تبعد عن المدرسة الفاصل بينها وبين المدرسة متر واحد بس، وبالتالي بدأ يمسك ميكروفون متوسط الصوت وبدأ بعد ما تم تشهير صورة من امتحان الثانوية العامة في احد المواد له بدا يجيب بالميكروفون لطلاب. هو الحقيقه يا استاذ رفعت مش محتاج يجيب بالميكروفون لانه 12 بعدها دقايق برضو اجابات للاسئله لبعض الاسئله. نعم. طيب انا عايز اسال حضرتك معلش علشان الوقت عن بعض التصريحات. يعني كان في تصريح لمسؤول كبير بيقول انه في ناس واصله ورا تسريب الامتحانات، هل الكلام ده حضرتك لا لا غير صحيح على الاطلاق. واشوف اقول لحضرتك حاجه، لما يكون عندي وزارة في وزارة التربية والتعليم المطبعة السرية
وعندي ادارات تعليميه، مديريات تربيه وتعليم على مستوى محافظات مصر كلها، وعندي مديريات تربيه وتعليم في 278 مديريه، وعندي ملاحظين او مراقبين من ذوي الذمم الخاربه والضمائر المعدمه اللي ممكن يقوم بنفس اللي بيقوم به الطالب ده ويصور ورقه ويبعتها الى الخارج عشان يتغشش الطلاب. اذا المنظومه كلها لابد ان يعاد فيها النظر استاذ. طيب استاذ رفعت، اعاده النظر في المنظومه جاءت على لسان الرئيس عندما وعد بانه نظام الثانويه العامه ابتداء من العام القادم سيكون مختلف. طلعت تصريحات بعد خطاب الرئيس قالت من بعض المسؤولين انه ربما يتم الغاء نظام الثانويه العامه الموحد. يعني هل لديك اي معلومات عن هذا النظام الجديد اللي احنا مقبلين عليه في العام القادم؟ اي ملامح؟ اولا كان في لجنه اليوم تضم ممثلي وزاره التربيه والتعليم ووزاره الدفاع ووزاره الاتصالات واجهزه معنيه اخرى بالعمليه التعليميه لمناقشه هذه القضيه وطرح مجموعه من الاطروحات اللي هتنظر بعد ذلك في جلسه ثالثه بعد العيد ليتم بالورق شكل معين لكيفيه العلاج لطرحه على مجلس الوزراء مباشره. طب استاذ رفعت، اتفضل. احد الاطروحات اللي موجوده ان احنا لا نجعل الثانويه العامه سنه يعني امتحانها امتحان مركزي، بل يكون هناك امتحانات متعدده. مثلا اقسم الجمهوريه لخمس مناطق جغرافيه، كل منطقه يكون لها الامتحان بتاعها، ولكن يستتبع ذلك ايضا ان احنا نجعل مجموع درجات الثانويه العامه لا تمثل الا 60 او 70% فقط من متطلبات القبول بالجامعه، وبعد كده الجامعات تعمل اختبارات قبول إلكترونية لا يتدخل فيها بشر، تكشف عن قدرات الطالب اللي عايز يخش كلية معينة بعد اجتيازه لهذه الامتحانات، وبالتالي لا يكون الثانوية العامة وحدها هي الباب الملكي الوحيد أو المجموع بتاعها والباب الملكي الوحيد لدخول الجامعات. وبالمناسبة نحن الدولة الوحيدة في العالم التي نجعل الثانوية العامة وحدها فقط هي الباب الملكي لدخول الجامعة. طب وهل حد استجاب لبعض المقترحات اللي قالت ان احنا ممكن نقطع النت وقت الامتحان، يعني نقطع شبكة التواصل عن مواقع فيسبوك؟ هذا طرح، ولكن للأسف قال انه غير دستوري وغير قانون، والبعض حذر الا تتكرر نفس المشكلة التي حدثت في 2011 مع ثورة 25 يناير. تمام. وحكم من قام بقطع النت أثناء هذه طبعا لا فترة. بس لما يكون قرار دولة لابد والبرلمان يصدق عليه، والبرلمان يصدق عليه حتى طبعا. بالضبط. شكرا أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. بنتقل